سوف أنتقل الآن إلى ضيف الصحف الصحفي محمد علوش. صباح الخير. صباح الخير ريف إليك وللمشاهدين. صباح. أهلا وسهلا بك. يعني اليوم هناك الكثير من التطورات، كتلة الاعتدال لا تزال تجور على الأطراف اللبنانية في محاولة للوصول إلى جلسة لانتخاب الرئيس، وعلى وقع هذا الحراك الرئاسي يعني هناك تصعيد كبير على كل الأراضي اللبنانية. قبل قليل شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات في قضاء صيدا تحديدا بالبيسارية، اليوم في تصعيد كثير كمان بهذا الإطار. بداية سوف أبدأ من آخر التطورات الميدانية، هذا التصعيد يسبق احتمال وصول إلى هدنة مرتقبة في غزة قد تنعكس إلى لبنان على لبنان، أم أنه قد ينذر بتصعيد وبحرب مفتوحة في الأسابيع القليلة المقبلة؟ نعم، بداية هي معركة رسم قواعد ومعادلات جديدة. يسعى الإسرائيلي دائما لأن تكون له الخطوة الأولى واليد الطولة برسم العمليات في الجنوب ومسار العمليات. مجرد ما عم نحكي عن هدنة ممكن ندخل فيها بداية شهر رمضان في غزة، فهذا بيعني نحن أمام أيام قاسية من النار، ربما قد تسبق الهدنة. ولكن السؤال الأساسي مش هون ستريف، السؤال الأساسي هو هل ستنعكس الهدنة في غزة على لبنان؟ يعني من أسبوعين تقريبا كان في زيارات لمفادين دوليين إلى بيروت، نقلوا عم تسمعيني؟ معك تفضل معك. نقلوا رسائل يقولون أنها رسائل إسرائيلية تقول بأن إسرائيل قررت فصل جبهة جنوب فلسطين المحتلة عن جبهة الشمال، وبالتالي لن تنعكس الهدنة في غزة على جنوب لبنان، وكان هناك تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بهذا السياق. تلقى لبنان هذه الرسائل بحذر، فهو يعتقد أن ربما تكون جزء من التهويل والضغط لأجل التفاوض. فأيضا قام رئيس الحكومة في لبنان بسلسلة اتصالات وفي الخارج لقاءاته أيضا اندرجت تحت هذا السياق للتأكد ما إذا كان هناك قرار إسرائيلي بفصل الجبهة فعلا أم لا. التأكيدات التي وصلت إلى رئيس الحكومة أن إسرائيل لم تتخذ قرار توسيع الحرب في لبنان، ولكنها ستقوم بالتصعيد تجاه أي عمل تصعيدي يقوم به حزب الله، تماما كما فعل أمس، هي تعتبر كما فعل أمس خلال استهداف الطائرة. أيضا الحزب كان واضحا للمفادين الدوليين، نقل رسائل إلى الإسرائيليين تقول نحن سنلتزم بأي هدنة تحصل في غزة، سنوقف وقف إطلاق النار، ولكن بمجرد أن تقوم إسرائيل بإطلاق النار باتجاه لبنان سيكون هناك رد على نفس المستوى. كذلك موضوع الهدنة بحال حصلت، هناك أسئلة كبيرة بحال انعكست على لبنان، هناك أسئلة حول مدى استمراريتها في لبنان بحال انكسرت في غزة. أيضا كان للحزب رسالة واضحة، بحال توصلنا إلى هدنة في غزة 6 أسابيع ومن ثم بعدها عادت الحرب، فحتما سيكون للحزب إعادة الدخول في هذه الحرب من جديد، رغم كل ما سيسعى إليه الأمريكي من فصل للجبهتين. محاولة فصل جبهة الجنوب نهائيا هذا أمر لن يتحقق، وقد أبلغ حزب الله ذلك كل المعنيين فيه. نعم، يعني هذا بالنسبة إلى الأوضاع الميدانية والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى كل الأراضي اللبنانية. أما فيما يتعلق بمسألة الحراك الذي يقوم به تكتل الاعتدال على الأطراف اللبنانية، يعني هناك اليوم خليني أقول فائض من إيجابية بالتعامل مع هذا الملف، هل يمكن بأن هذه الجولات التي تستكمل اليوم والأربعاء والخميس على كل القوى السياسية أن تؤدي أقله إلى جلسة في مجلس النواب، أم أنه نحن بإطار يعني المحاولات اللي ما رح توصل لأي محل أقله بالقريب العاجل؟ نعم، من حيث الشكل هناك تفاؤل، مش تفاؤل، هناك إيجابية كبيرة بالتعاطي مع مبادرة كتلة الاعتدال من قبل كل الأطراف اللبنانية، ولن يكون هناك أي طرف خارج هذا الاستثناء. يعني حتى الحزب الاشتراكي الذي سيلتقي اليوم كتلة الاعتدال سيكون موقفه إيجابيا جدا من هذه المبادرة، كما من كل المبادرات السابقة، رغم أن البعض لم يتجاوب مع مبادرات الحزب الاشتراكي سابقا. وأيضا بحسب المعلومات اللقاء مع حزب الله سيكون يوم غد الأربعاء، سيكون هناك لقاء بين كتلة الاعتدال وكتلة الوفاء للمقاومة. أيضا الحزب سيتعامل بكثير من الإيجابية مع هذه المبادرة، وهو اصلا اصل هذا التعامل الايجابي مع كل مبادرات الحوار. ولكن ان كان بالنسبه للاشتراكيين ام بالنسبه لحزب الله واوساط اغلب القوى السياسيه، نعم يبدو ان هناك
مشكلة في الاتصال مع الصحفي محمد علوش، سوف نتوقف مع فاصل إعلاني صغير قبل أن نستقبل أو نعود ونستكمل باقي. لا أستاذ محمد رجعت معنا؟ ايه انا معك. تفضل. كنت عم اقول لك سيكون غدا هناك لقاء بين كتلة الاعتدال وحزب الله، كتلة وفاء للمقاومة، سيكون تعاطي ايجابي من قبل الحزب، ولكن كل الاطراف المعنية الاساسية منها حزب الله والحزب الاشتراكي غير متفائلين بامكانية وصول هذه المبادرة الى الخواتيم المطلوبة لاسباب واضحة. هل هناك ما تغير في المنطقة ولبنان والإقليم لأجل الوصول إلى انتخاب رئيس؟ الجواب هو كلا. هل هناك اتفاق على سلة متكاملة من رئاسة الحكومة إلى الملف الاقتصادي تسبق انتخاب الرئيس؟ أيضا الجواب هو كلا. وبالتالي ربما ما عجزت عنه الدول الغربية حتى الآن لن تنجح بالقيام به كتلة الاعتدال، رغم أن هذه الجهود مطلوبة ومشكورة. إذا غدا سيكون هناك لقاء مع حزب الله ولقاء مع المردة أيضا نهار غد، واليوم مع الاشتراكيين. طب اليوم بالشكل سيكون تعاطي ايجابي بالشكل، ولكن بالمضمون لا احد متفائل صدقا. طب اليوم يعني بالنسبه فيما يتعلق بمساله الخماسيه، يعني هل هي علقت كل محاولاتها ولا بدي اقول الطفيفه في هذه المرحله بانتظار المحاوله الداخليه اللبنانيه، ام انه اليوم ايضا الخماسيه يعني كمان موقف كل هذا الحراك بهذا الاطار؟ لا، ما هو هذا جزء أساسي من السؤال حول الأسباب التي دفعت كتلة الاعتدال للتحرك وإمكانية نجاحها. الخماسية لم توقف عملها على الإطلاق، بالعكس هناك بلورة لآلية ممكن أن تساعد لبنان على انتخاب رئيس يعمل عليها اليوم. لا يوجد تعارض أو تضارب بالمصالح بين الخماسية وكتلة الاعتدال، إنما برأيي كل هذه الحركة الداخلية هي لتمرير الوقت اللازم لحين الوصول إلى لحظة الحقيقة التي تتعلق بالمنطقة كل، وليس كملف ليس ملف الرئاسة في لبنان وحسب. نعم، الصحفي محمد علوش، شكرا لك على هذه المداخلة.